هاي، مايكل جوزيف جاكسون مغني وممثل وملحن ورائس ومنتج أغاني ومصمم رقصات ومخرج وكاتب كلمات ورجل أعمال وناشط حقوقي أمريكي، تلقى بملك البوب وعرف شهرة عالمية كبيرة. أول ظهور عام لإله كان بعمر 5 سنين، وانضم بعدها لفرقة جاكسون 5 الموسيقية يلي أسسها والده سنة 1965. أغنية بيلي جين كانت أول أغنية لفنان أسود تنلعب على ميوزيك تلفزيون، وألبومه ثريلر يلي صدر بال 1983 حقق نجاح عالمي من خلال 65 مليون نسخة من بيعة، وهو الأكثر مبيعاً لغاية اليوم. انشهر مايكل برقصته الخاصة يلي انعرفت بـ Moonwalk، وألف كلمة شمون يلي كان يستعملها بدل كومون بأغنية باد، فصارت تريد مارك خاصة فيه. مين قال إنه جاكسون حاصل على 23 رقم قياسي بجينيس، 40 جائزة بيلبورد، 13 جرامي و26 American Music Awards؟ أنا قال، بشوفكم بكره.